هاي يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا النهاردة هشرح لكم ان شاء الله الستبس ان انت خلاص خلصت الفيديو وعايز تعمله ابلود علشان تبعته لنا. اوكي، ما ينفعش تروح تعمله ابلود على المودل، لان المودل مش هيكفي، لان المودل ليه سبيس معينة او ستورج معينة ما ينفعش يعديها. اوكي، فاحنا هنفتح جوجل كروم عادي. اهم حاجة يبقى عندنا جيميل، واعتقد هتلاقي كلنا عندنا، طالما معانا اندرويدز يبقى هنلاقي كلنا عندنا جيميلز ان شاء الله. لو حد ما عندوش يعمل ساين اب بسرعة ويعمل لوجن على جوجل كروم بالجيميل بتاعه. اوكي، ده جوجل كروم عادي اهو. اوكي، اول ما تفتح جوجل كروم بيطلع لك الشكل ده. ده انا لسه فاتح جوجل كروم دلوقتي. هتلاقي في ايكون هنا، هندوس عليها، هننزل تحت هنلاقي درايف، نروح دايسين على درايف. طبعا انا عامل لوجن، فده الدرايف بتاعي. اوكي، يعني انت ده كده الشانل بتاعتك، او ده اللي انت بتسجل عليه اي حاجه انت عايزها. هتروح عامل رايت كليك وتدوس نيو فولدر عشان تحط الفولدر بتاع ايه، هنسميه مثلا باسمك، يعني مثلا هسميه مثلا دكتور يحيى ابراهيم، والاي دي بتاعي 1310025، اي حاجه. اوكي، هسميه اسمي والاي دي بتاعي او الجروب كمان بتاعي عشان تبقى فيري سبيسيفيك. يعني تفتح الفولدر بتاعك، هتلاقي ان الفولدر ده هو اللي هتحط فيه الفيديو بتاعك. دوس رايت كليك، اعمل دوس، هتلاقي ابلود فايلز، دوس عليها. روح للفيديو بتاعك، اعمل له سيلكشن، بعد كده اوبن. هتلاقي طلع لك حاجه تحت كده بيقول لك يعني ان الفيديو بتاعك ايه ابلودنج، وخلاص فاضل له اباوت ا مينت. لازم نستنى طبعا لحد ما الفيديو يحمل. طبعا لو الفيديو حجمه كبير هتلاقي الفيديو اخذ وقت طويل علشان يحمل، ده طبيعي. اوكي، فتستنى كده لحد ما خلاص يحمل. هتلاقي بيقول لك فينيشنج ابلود، خلاص اول ما تلاقي ان الخضره التيك خضره كده طلعت يبقى خلاص يور دان وذ ابلودنج يور فيديو. اوكي، خلاص انت كده اعتبر حملت الفيديو بتاعك، خلاص الفيديو بتاعك على الدرايف بتاعك. هتبعته لنا ازاي؟ ترجع ورا لنفس البيج اللي فاتت. اوكي، اهي يعني رجعت دوست ماي درايف ورا، الفولدر بتاعي اهو، تمام. تروح عامل عليه فولدر بتاعك رايت كليك. لما تعمل رايت كليك، كليك يمين يعني يا جماعه عشان لو في حد مش عارف، هتلاقي مكتوب جت لينك، دوس عليها، تمام. ما تعملش كوبي وتعمل لنا بيست، لا ثانيه واحده. هتلاقي في تاب مكتوب عليها ريستريكتد، التاب دي لازم تتغير، الاوبشن ده لازم يتغير. هتخليها اني وان وذ ذا لينك، تمام. ليه اني وان وذ ذا لينك؟ عشان اقدر انا افتحه، لان انت لو بعت لي اللينك من غير ما تعمل الخطوه دي مش هعرف افتح الفيديو، فمش هعرف اصلح الريكويرمنتس بتاعتك. فلازم تكون اني وان وذ ذا لينك. اوكي يا جماعه، بعد كده خلاص خلصت، خليت اني وان وذ ذا لينك، تعمل لي كوبي لينك ودن. هتروح رايح للمودل بتاعك وتعمل في الحته اللي هي فيها الانونسمنت دي، اللي هو الحته اللي هتسلم فيها، وتروح عامل بيست. بص هتلاقي اللينك على طول اتفتح. لو رحنا مثلا جربنا نعمل بيست كده اهو، هتلاقي ايه؟ ان انا مفتوحه بالنسبه لي، فاهمني؟ فهروح انا فاتح الفيديو عادي، الفيديو بتاعك هيفتح معايا لان انتوا عاملوا اني وان وذ ذا لينك، وخلاص الفيديو فتح. اوكي؟ ماشي يا جماعه. اهم حاجه لما نيجي نعمل قبل ما نعمل كوبي لللينك نعمله ايه؟ اني وان وذ ذا لينك للفولدر كله. طب واحد مش عامل فولدر ومنزله فيديو كده بس، مفيش مشكله، روح للفيديو هتلاقي جت لينك برده، وبعد كده تخليها اني وان وذ ذا لينك وتبعت اللينك برده. اوكي، ده لو واحد مش عامل فولدر وعايز يبعته على طول على المود يعني في اوكي يا جماعه، بس كده as simple as that يعني.